الطلقات الأحادية اللي تستخدم ضد الدواعش اليوم بدأ يستخدموها ضد المواطن العراقي الشريف. هاي الحكومة السافلة حكومة عادل عبد المهدي القذر وحكومته. مع كل الأسف قوات مكافحة الشغب لا تمثل إلا قوات صهيونية بحق وحقيقي، لأنه الوحيدين اللي بيضربون للأمانة، والله للأمانة. الجيش مع المواطن، الشرطة الاتحادية مع المواطن، لكن قوات مكافحة الشغب هم قوات صهيونية بامتياز، يتعاملون ويا المواطن العراقي وكأنما تعامل صهيوني ويا المواطن الفلسطيني. حتى في فلسطين، حتى في الأراضي المحتلة ما صارت هذه مظاهرة سلمية. هدفنا الرئيسي الأساس إسقاط حكومة عادل عبد المهدي القذر. 17 سنة ضوق ذل فساد نهب سلب. اليوم ما نرجع إلا تتحقق أهدافنا، وهي القضاء على حكومة عادل عبد المهدي وكل العملية السياسية القذرة.